بعد زيادة من 3 أشهر من بدء تداول الأوراق النقدية الجديدة، بدأت الأسواق والمحلات التجارية تشهد انسيابية في التعامل بالأوراق الجديدة. الزميل الشيخ نور الأحمد أعد تقريرا حول هذا الموضوع. فترة زمنية تزيد على 3 أشهر انقضت منذ بدء تداول الأوراق النقدية الجديدة والتعامل بها في الأسواق، حيث أصبح حضورها في المعاملات سائدا على الأوراق القديمة، وأصبح المواطنون والتجار يتحدثون عن مرونة في التعامل بها. الفضة الجديدة ما عندها مشكلة، بدأنا الحمد لله نتعامل بها بطريقة سهلة، وملمها سهل ورفودها سهل. قطعنا نلاحظ في أنا أقرب أشبه تعامل بها من الأول من سابقتها، والناس بدأت تتكيف معها. عانت من الأول من أزمة في التعامل مع فيها، ولكن الحمد لله تغلبت عليها ما شاء الله. بدأت الحمد لله حتى بدأنا نركز، وبنا عاد يلفظون اللفظ القصير. بدأنا على سبيل المثال 500، عاد يقولنا 500 من كان حد يقول لك 5000، ولا ما شفنا فيه مشكلة ما شاء الله. الحال جيد ما شاء الله. هذا مشكلة الفضاء، احنا بوا فاهمينها، كل شيء نعرفه فيها تبارك الله. هي العملة جات في وقتها، قطعنا انها خفتنا ياسر من اعباء هذا الحمل، وانا راكب بنتي فيها قدر من الفضة، غير مولي اللي كنت ما قبلت الفضة الجديدة اللي مخفة، نعود لها حمل كبير. خصائص أخرى ومزايا إيجابية يراها البعض في الأوراق الجديدة تجعل تداولها أكثر انسيابية. هاي الفضة جديدة زينة، حتى أولا من ناحية بعد الجودة اللي هي معدلة منها. الفضة جديدة للشعب تأقلم معها، لأنها فضة زينة بيلي شوفه خفيفة رفوتها، بدل منك تعود رافدة ياس الفضة القديمة، حق الله ثقيلة، حجمها هي مراسه كبير. أعطانا مولانا فضة صغيرة، فضة نقدو نرفدوها بيلي هاي الفضة، نقول لها إنجاز. وقد بدأ التعامل بالأوراق والوحدات النقدية الجديدة فاتح شهر يناير من العام الجاري، لتبدأ الأوراق القديمة في الاختفاء أمام العينات الجديدة التي تختلف عن سابقتها في الأرقام وتتحد في القيمة.